الحمد لله بلادنا من البلدان الاولين اللي زعما عرفوا بانه زعما احسن زعما الحل الوحيد لهذه الجائحه اللي كاينه عندنا في البلاد هي التلقيح، ما كاينش حل اخر باش ما يتكثرش عدد العدوى وما يوقعش المشاكل الصحيه اللي كاين اللي عشناها في شهر 9 وشهر 10 وشهر 11. ولهذا سميتو الحل الوحيد هو هذا، والحمد لله الامور ماشيه في انتظام وكل شيء كيقول بانه كاين تجاوب مع الاداره، ملي كاين الواحد كيصيفط واتساب ولا كيصيفط باش ياخذ المواعيد ديالو، داك الشيء كاين نظام في المأموريه في تمشي هذا النظام التلقيحي. الحمد لله البلاد ماشيه في الامور، الحمد لله اللي وصلنا لوقح الكميه اللقاح، وكاين الحمد لله جايين في طريق هذوك وندير لي دوز اللقاح الجديده، وان شاء الله انا كنتفائل من هنا واحد شهرين ثلاث شهور كل ان شاء الله الحياه ترجع طبيعيه ان شاء الله بحول الله. شنو المساهمه ديالكم تقشر في هذا الوباء؟ المساهمه ديالنا هي بحال دابا كان حنا في المختبر حنا كنحاولوا نعملوا تحليلات ديال الكوفيد السيد حامل هذا الفيروس وعنده خطر عدوى على العائله ديالو وعلى الوسط ديالو في العمل ولا في الاطار الاجتماعي. كان الا كان بغيتو مرة خصو يتعالج وخصو ياخذ الاحتياطات ديالو مده 19 ايام ولا 15 يوم اللي كياخذ فيها هذاك الادويه ديالو على باش يحيد عليه الفيروس، ويبقى تحت حراسه بالراديو بعدد ديال التحليلات الطبيه باش نشوفوا واش ما كاينش مضاعفات ديال هذاك الفيروس على الصحه ديالو، لان هذا هو المشكل، المضاعفات ممكن تبان معطله وكيكون ديك الساعه خطر كبير، وكيكون بحال كنقولوا حنا طروطار زعما كيكون زعما الصحه زعما الرئه ديالو انهارت واحد النسبه عاليه، وكنوقعوا في مشاكل وحده اخرى الفيروس واخا كيمشي كيبقاو مشاكل اخرى اللي خص كتوقع فيها صعوبه باش نعالجوها. نعم دكتور، الراي ديالكم دكتور سيدنا كيتلقى الرؤى ديال التلقيح والوالده ديال العالم الكبير السي السلاوي اللي في امريكا كتلقى حتى هي الجرأه ديال وبعض السياسيين كيكذبوا دكتور التلقيح. لا ما يمكنش يكذبوا التلقيح، التلقيح هي الوسيله الوحيده لمعالجه هذا العدوى، والحمد لله الملك ديالنا واشنطن سوكي عاطينا مثال من بان هو الاول واحد دارها في الوطن، هذا مثال لان الحل ما كاينش نهائيا حل اخر من غير اللقاح، واخا المشاكل دابا كتطرح مع هاد الفيروسات جداد، لان يمكن الشركات تبدل زعما الكونسيبسيون في اللقاحات اللي جايين، ولكن بصفه عامه اللقاح هو الحل الوحيد اللي كاين محاربه الجائحه، ما كاينش حل اخر، والله يعيننا على ندوزو هاد المرحله الاجتماعيه بصفه بدون مشاكل، لان كاين مساكن الناس تضرروا من هاد الجائحه وشتوا المتاجر ديالهم وشتوا زعما مردوديات العيش ديالهم تشدات، والله يحسن العوان. هذه المشكله هذه راه الدوله كتحاول تعاون بعض القطاعات المتضرره من هذه المشكله. بعض السياسيين كيكذبوا التلقيح وكيقولوا ان البرازيل حبسات التلقيح. لا داكشي ما كاينش منه، ما يمكنش واحد دابا المشكل الا حليتي يوتيوب يمكن تلقى فيه شي حوايج ما عندها حتى شي مغزى وما عندها حتى شي اساس علمي، كل واحد كيقول اللي بغى، هادشي ما كاين شي منه. عالميا معترفين بانه التلقيح هو الحل الوحيد، كل شيء يعترف به، الحكومات كلهم كتعترف بهذا المذهب ديال التلقيح هو العلاج والرجوع الى الحياه الطبيعيه، ما كاينش حل اخر، ما تسمع حتى لشي واحد من غير هادشي. النصيحه ديالك؟ لا النصيحه الواحد معلوم منين جينوبتو يدوز ولا في التلقيح ويعمل الرابيل ديالو ويستمع للاختصاصيين اللي كيقولوا بانه هي الحل الوحيد هو هذا، وما يبقاوش يسمعوا داك الناس اللي ما عندهم حتى شي حكمه ولا ما عندهم حتى شي اساس علمي على اللي كيقولوا. هادشي اللي كاين بصفه عامه خص الناس
شويه اليقظه، اليقظه وشويه ديال ديال التمييز في التصريحات ما بين الناس. كاين تصريح اللي كيكون اساس علمي، كاين تصريح اللي كيكون غير كتجي واحد من راسو كيقول شي حاجه ما عندها حتى شي اساس. ما خصش واحد يسمع لكل لاي واحد تهضر. المختصر ديالنا راه مختصر عنده لاغريمون ديال الكوفيد، كيحل الكوفيد من عند زعما منين بدا شهر 9 تقريبا، وساهمنا بهذه التحليلات باش نعاونوا الاسر اللي تقاسوا باش يكون واحد زعما ادويه للناس اللي زعما ياخذوا الدواء ديالهم اللي مراض ويبعدوا من عائلتهم ويحبسوا العمل واحد 10 ايام على ما يداواو. وصار ساهمنا شويه واخا كانت واحد الصعوبه في الاشهر ديال 10 11 اكتوبر نوفمبر 2020، كان شويه الخوف كبير وكان واحد تخوف من العدوى، واحد صعيب كان عندنا مشاكل في التفسيرات للناس. ولكن الحمد لله دابا نقصات حالات وماشي الامور في طريق الحمد لله مزيان. كاين الامل كبير في المستقبل ان شاء الله بان الرجوع الى الحياه الطبيعيه ان شاء الله. تحليل الكوفيد تقريبا 3 ساعات، ولكن 3 ساعات من كتبداها بعض الاحيان كيخصك واحد ساعتين باش تجمع العينات، تجمع واحد العينات مده ساعتين وعاد كدوزها. دونك تقريبا في المجموع كل ما بين السيد كيجي وكياخذ النتيجه ديالو واحد 5 6 ساعات، ولكن بعض الحالات كيخص كيكون سميتو لا بد من الكونترول، معناتها بان التحليله ما بايناش ولا كاين فيها شك وهذا كنعاودو عاوتاني من جديد. ولكن بصفه عامه ما عمرها كتفوت 24 ساعه، كنعطيوها بصفه عامه في نفس النهار. بصفه عامه في 99% ديال الحالات كنعطيو النتيجه في نفس النهار. كتنصح الناس الدكتور باش يديروا التحليل للناس اللي شاكين؟ لا، معلوم اللي عنده الشك، لانه الا عنده وسط ولا عنده الاعراض بحال مشى له الضوء ولا مشى له الشم ولا عنده سخانه ولا عنده سميتو العيا بزاف لا فاتيك، هادوك اذا كانوا هادوك باش ما يبقاش مجمع وما يبقاش على حتى على ذاته، خصو الراحه خصو الادويه، هادوك خصهم يعملوا الدياغنوستيك خصهم، لان كاين دابا لا غريب العاديه الانفلونزا كتعطي نفس تقريبا نفس الاعراض، ولهذا كيخص يعني الفرق الواحد ما بين الخطر ديال الكوفيد ولا الغريب العادي اللي يمكن الواحد يمشي غير شويه ديال الاسبيرين كاين المؤخرة ديالي. المؤخرة ديالي هي واحد يبقى تكون اليقظة، ما نحيدوش هاد ما نحيدوش هاد الكمامة من وجهنا دابا، ما حد مازال واخا الحالات قليلة كاينة، دونك خصنا حتى زعما السلطات تبين لأن الخطر مابقاش عادي يمكن، لأن السلطات هي اللي كتجمع الحالات على على التراب على صعيد التراب الوطني وكتعمل تقول لك ناقص الخطر كاين أو ما كاينش. ما حدها كتكون التقاط امام واجبه، التباعد الاجتماعي واجب وعدم الاجتماعات هادشي كلشي احترموا ما نتراخاوش من هاد الناحيه. هذا هو مازال ما مشات الجائحه ما نقولوش مازال ورانا، مازال حالات كنشوفوهم يوميا قلال ولكن كاينين، باش نطفيو هاد الجائحه لابد نحترموا القوانين ديال التباعد الاجتماعي وهاد البروتوكول امام شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.